كل صفة الفكرة عندها خبرة هما اللي نظموا دريم سيتي وديما ثم قد ما تقرا حساب انه المحيط اللي انت فيه ينجم يكون ماهوش معناها عندوش القابلية التامة باش يتقبل حاجات. خاطر نلاحظ انه تو سمعت بعض التعليق من سكان ولا من الناس المتعدين ديما عندهم نظرة يعني نكتوية للموضوع، يتقبلوا الأشياء بصفة نقولوا احنا خفيفة شوية، معناها ثماش تعمق في لعل هذا زاد كيف انه سبب متاعه انه المادة المقترحة هي بيدها ماهيش مكتوبة للشارع هذا، للمدينة هذه بتاريخها وبناسها وتحولاتها الاجتماعية وغيره. على كل تجربتنا احنا مع فنانين تاع تياترو ستوديو حاولنا يعني اقرب شيء نكونوا قراب من يعني من الفهم، قدموا مادة اللي هي في نفس الوقت تثير الاستغراب وتثير الدهشة وتثير التأويل، ويمكن لحد الآن حسب ردود الفعل ما خلطناش نلقاو انسجام بين شنو نحبوا احنا نقولوا والشيء كيفاش هو متقبل. فنون الشارع فنون متعدده ومتنوعه وعندها ناس اقطابها وعندها ممارساتها في العالم اجمع. يظهر لي الشارع اللي عندنا التونسي شارع ماهوش متعاطف مبدئيا، معناها ديما عنده موقف سلبي شوي، سواء كان هوني في المدينه ولا خارج ولا في البلاد الاخرى الجديده ديما عنده موقف سلبي من الاشياء هذه. فكره الدخلاء معناها تحس لي مهما كان صفه انت دخيل على الشارع. علاش؟ خاطر ثقافة الشارع عندنا ثقافة أصلا سلبية، المواطن ماهوش مواطن في الشارع، يعني ديما الإنسان ماخذ حذره من روحه من الناس من شوف اللي تو قداش راح نحكيو والكراهب والبساكل وثم انترفيرونس يعني تداخلات تخلي أنه الموضوع المطروح ديما ثم تشويش عليه ما يوصلش كامل مشوه. مش معناها هذا ما يلزمش يلزم نبطلوا الاتصال بالفن الشارع ولا فن المحيط، خاطر هو مش كل شيء يقع في الشارع. هون في دريم سيتي ثم ديار دخلوا لها وديار قديمه وقدموا فيها مواضيع نعرفش تجربه يلزمها تؤدي منه هكا انه ثم يلزم تلاقي بين الماده الفنيه هكا ولا انسجام بين الماده الفنيه والمحيط الثقافي اللي هي فيه، حتى ولو تصدم يعني حتى ولو تثير هكا النقاش، ولكن لازم توفر اكثر امكانيات للناس المستفيدين باش يكون عندهم يعني تخلق نوع من الحوار بين الموضوع والمحيط بتاعه الثقافي.